وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من الخرطوم مراسل القاهرة الإخبارية محمد إبراهيم. محمد، بعد تحية، ضعنا في تطورات الأمر حاليا في الخرطوم مع انتهاء توقيت الاتفاق الخاص بإنشاء الممرات الإنسانية التي تم التوصل إليه بمقترح أممي. نعم، حتى الآن الاشتباكات ما تزال مستمرة هنا في الخرطوم، من حين لآخر نسمع ذوي انفجارات في أنحاء مختلفة من العاصمة الخرطوم. الجيش السوداني يعني أصدر بيانات وأفاد بأن هناك تقدم كبير ميدانيا بعد أن سيطر على عدد من القواعد التي كانت تتبع للدعم السريع. وأيضا في البيان تحدث عن أن الساعات القادمة ستكون هناك أخبار سارة. في وسط الخرطوم الاحتجاجات أو الانتباكات حتى الآن مستمرة بحسب المصادر. الاشتباكات تدور من حين أيضا لآخر في منطقة السوق العربي المجاورة للقصر الجمهوري وأيضا تجاور مقر قيادة الجيش، لكن هناك سيطرة كاملة في تلك المناطق لقيادة الجيش. الجيش السوداني نفى هناك معلومات كثيرة تفيد بأن الدعم السريع يعني سيطر على عدد من المرافق، لكن نفى هذا الأمر وتحدث عن أن السيطرة هي للجيش وهناك سيطرة لعدد من الأماكن في الولايات من بينها بورسودان والقضارف وكذلك أيضا كوستي المنطقة المتاخمة لدولة جنوب السودان. هناك عدد من المرافق كانت تابعة للدعم السريع يعني تم الآن في قبضة الجيش السوداني. المصادر تشير إلى أن هناك عدد من الجنود في منطقة كوستي كانوا يدفعون للدعم السريع، الآن أعلنوا انضمامهم للجيش السوداني. وهناك أيضا معلومات تفيد بأن هناك منتدبون من قبل الجيش للدعم السريع عادوا إلى أحضان الجيش السوداني.